أنا يعني أول شيء يعني هذا الجمال السوداني والسمار السوداني اليوم منورنا بالمطبخ، وحابة أعرف شو اللي بيميز المطبخ السوداني أو كيف بيفرق، يعني بتحسيه مختلف شوي عن بقية المطابخ. صحيح. هل هو مزيج من ثقافات مختلفة أو شو فكرة المطبخ؟ نعم السوداني؟ لأنه عارفة هلا نحن عندنا في السودان في قبائل كثيرة، ونحن جامعين بين أفريقيا، عندنا في غرب في جنوب السودان، عندنا غرب السودان، وعندنا كمان شرق السودان والشمال، فكل بلد عندها وصفات متخصصين يعني متخصصة لها. فمن زي المواصفات اللي عندنا مثلا قريبة من البلدان الثانية الفول السوداني، بس الفول السوداني عندنا بيقولوا له فول مصلح، يعني بيكون مزبط أيوة حلو حلو. بيكون معاه طعمية وبيض وحاجات يعني بخليكم مصلح وزيت سمسم وكده، فشوية بيكون حبيت. مختلف يعني. هي مفهومة. أنا أيوة. يوم بدأت مع سيما الصبح عم نحكي عن وصفات، قالت لي أول شيء يعني أنا على أساس عرفت، قالت لي هي اللي عم نعمل اليوم دجاج، حنعمل الدمعة وحنعمل القراصة. أيوة. لا أيوة نعم. كانت يمكن كلها مسميات مختلفة وجديدة علي. نعم. إذا بدنا نبدأ بتحضير هالوصفة أو خلينا نشرحها ونبلش بنحكي عن البهارات، أوكي. كيف بنحضر هالوصفة الطيبة؟ أوكي، في الأول طبعاً أنا حاجيب الدجاج، عندنا أقول لك المكونات حتحطها. حطيناهم نحن بس أوكي. هيك يعني اشرحي لنا عنهم أنت وعم تحضري. تمام، أنا في الأول حاخذت الدجاج هنا عشان عايزة أطعمه. أوكي، فحاخذت له الثوم. شو هاللهجة الحلوة؟ حط ليه؟ حاخد تلو توم أوكي، وحاخد تلو شوية خل عشان أنا عايزة يطلع منه الزفارة، يعني بطعمه في الأول. دائما الخل والثوم والليمون هي بيشيلوا بيطلعوا الزفار، فبحب انه في الاول يعني هو في ناس بيعملوا يعني بيقلوا البصل وبيخطوا الثوم وبيقلوه وبعدين بيخطوا البهارات، بس انا بحب انه يشرب يعني يشرب أوكي. البهارات دي. هاي الوصفه من تيتا ولا من ماما؟ دي من تيتا. اطيب اكل بالعالم اكل التيتا يعني. الله يسلمك. يكون هو الاصل. بس التطعيم بالطريقه دي يعني دي ام زوجي امي عفيفه هي اللي بتحب يعني بتقول لي دائما عشان ما يكون في زفاره انه نطعمه في الأول. بدك ساعدك بهدول. تمام، هنا أنا حاخد شوية كزبرة. تمام، كزبرة ناشفة مطحونة. أنا استخدمت يدي طوالي. لا لا يعني عايشي حياتك، هذا الطبخ على أصول. الله يسلمك. فهنا خديت شوية شمار أوكي، طبعا على حسب الطلب. الشومر؟ أيوة نفس الشومر اللي هو بتستخدمه في الفول. أوكي عرفتي. أوكي أوكي، وبعد ذاك عندك الكزبرة والفلفل، الفلفل بنخط كمان ملح وفلفل على حسب الرغبه. انت عم تقولي بنخط؟ بنخط يعني صح ما بسمع. هي انتوا بتقولوا بنحط، يعني احنا بنقول بنخط. انا فكرت انه بنحط بس قلت انه يمكن كيوت، يعني عم تقوليها بطريقه كيوت. الله يسلمك يا هلا شفتي. بس يلا هسه كده حاخدته دائما يعني ممكن اخليه نص ساعه، بس نحن عشان هسه على الهواء حنخليه على بال ما البصله تدبل بالبهارات وبالثوم وبالخل حتى نعطي الطعم. حجيب لك منديل. الوصفة هي هل تعتبر من أي من منطقة محددة بالسودان؟ لا، كل السودان بيستعملوها، بس القراصة أنا يعني إحنا عندنا قبائل في السودان، فأنا أهلي جزء منهم من الشوايقة، قبيلة الشوايقة، فدي بيكونوا الشوايقة، وكمان في الشمالية يعني في الشمالية الحلفاويين وكده بيحبوا القراصة جدا، يعني لازم تكون دائما في القراصة السنية. حتى هيك نفسر أكثر، هي العجينة أو الخبز اللي بينعمل. أيوة. جنب هي الخلطة يعني. هلا اليوم سيما رح تعملنا وصفه تعتبر مثل اليخنه او الصالونه مثل ما بنسميها. نعم، نعم. وحتعملي جنبها كمان خلطه عجينه اللي هي العجين اللي بينفرد. أيوة. بالمقلايه. ايوه زي البانكيك. عندك تحدي اليوم؟ أيوة. صح؟